يعني رأيكم في طريقة ترشح سيد عبد العزيز بوتفليقة طريقة خصوصاً أنه يعني لم يتقدم هو في الملف هذه كأخرى وحتى مبادرته يعني الرسالة اللي قدمها. أنا على كل حال حدث عن المرشح. مش متفاهم يعني اليوم جيت تقولنا بلي عدلت على ترشح كم ما ترشح لماذا؟ هذه مفاجأة مجلس الدستور يعني 71 ألف توقيع والراحة نعم اسمح لي فيما يتعلق اسمح لي عبد السعيد سبب قدومك اليوم الى مجلس الدستور المهم في هذا الظرف واش الرساله حبيت توصلها كي جيت لمجلس الدستور يا عبد السعيد الشيء المهم في هذا الظرف ندعو الشباب والاعلاميين وكل المواطنين المخلصين يعني مفاجأة من العيار الثقيل سيد سعيد بوحجة يعلن انسحابه من ترشح للمنافسة على الرئاسيات نعتذر يعني منعنا من هذا الباب نحن نجربه في الباب الثاني يعني المنع الصحفي مخرج من الباب اللي خرج منه سعيد بوحجة مفاجأة سعيد بوحجة ما جاش باش يقدم ملف ترشح لكن جاب باش يعني ما جاش